هذه النشرة برعاية بنك HSBC. أكد وزير الصحة أنه يوجد بالسلطنة برنامج ناجح لزراعة الكلى، إلا أن هناك نقصاً في عدد المتبرعين بها وازدياداً كبيراً في عدد المحتاجين للتبرع. جاء ذلك خلال رعايته حلقة العمل التي جاءت بعنوان زراعة الأعضاء في عمان في تقدم. برعاية الشبيبة إعلامياً، تفتتح مساء غد الاثنين بفندق جراند هرمز الدورة 9 من مهرجان مسقط السينمائي الدولي بمشاركة عدد من الفنانين العمانيين والعرب، وسيستمر حتى 25 من مارس الجاري. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بتأثر السلطنة بأخدود لمنخفض جوي عميق ابتداء من الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى الخميس المقبل على المحافظات الشمالية للسلطنة، ويمتد على أجزاء من محافظتي ظفار والوسطى. حققت وزارة الصحة ممثلة في مركز الاتصال جائزة أفضل مركز اتصال حكومي في الشرق الأوسط لفئة 30 موظفاً أو أقل، وستستلم الوزارة غداً الاثنين الجائزة في مراسم الاحتفال الذي سوف يقام في الإمارات العربية المتحدة.